طبعا ولا واحد. شوفوا راح افاجئكم منو موجود هنا. راح افاجئكم. واحد، اثنين، ثلاثة. شوفوا هاي المجموعة الحلوة، شوفوها. هدوء. كلش هاي جاي تسبح. طبعا هذا انا هواي متحدث عنه بالافلام، البط الكندي ما يطمئن غير هنا يجي مناطق. طبعا مناطق الصيد انا مسولف عنها ما يقدر يبقى هيك، مستحيل يعني هو يشرد او ما ينزل اذا يشوف انسان مكان الصيد يعرف ذكي. لكن دنيا مناطق امينه لان ممنوع فيها الصيد. من البينات جايات والرحلة كلش بعيدة وجي استراحة. سبحان الله. شوف هذا تشوفوه مو نهر، هذه يعني افرع يصير بين بحيرات يفتحوها ويصير. شوفوه يعني مو جاي يمشي المي شبيه، بس هو يتبدل يعني بطيء كلش. يصير بين بحيرات طبيعية ويفترق يعني باركات يسووهم ويرتبوها. بعد يصير مكان كلش جميل استراحة الحيوانات المهاجرة، ونفس الوقت هنا يعني ناس تجي خاصة بالعطل. يوم الخميس يوم الأحد والسبت كل شيء يصير هنا، ناس تجي تلعب وتقعد طبعاً هسه احنا بشهر 4/11 يعني أيام يصير متقلبة. يومها طبعاً هسه باردة يعني يتلبس قمصلة أو
مصارعة خفيفة مو كثيرة كلش، المتعود يعني مينيسوتا. بالنسبة لهذا البرد هسه الموجود باعتبار شلون يعني قبل الشهر الأول بالعراق بارد يعني كلش، لكن هو جميل بالنسبة لساكنين مينيسوتا متعودين على برد أقوى، يكون هذا الجو كلش حلو كلش جميل، يطلع واحد يتمشى. هذا المكان اللي اذكركم فيه هواي مصور صور بيه. طبعا هذني الباركات ليش هيك يعني سويت لكم قبل، يعني يسكنون بيها اكثرها هذول الاسيويين التشاينيز غيرها يعني الصينيين احنا نسميهم تشاينيز. ف شوف هاي يعني بصماتهم، يعني هذه المكان مثل معابد عندهم يسوون نموذج، الباركات هم يصمموها على تصميم شلون مدنهم، كلش حلو مكاناتهم. احنا يعني ساكنين بها المنطقة، منطقة كلش حلوة وهادئة ونظيفة وراقية جدا. أصدقائي أريد أسولف وياكم على الأفلام اللي سبقتنا ذني هذا الفيلم هسه هذا اللي منزله، يعني أنا أنزل بعض الأفلام أو الأبراج وأتحدث عن حالات لطيفة. يعني إجتني رسائل بالفيسبوك كثيرة يعني عجيبة غريبة، قسم يسألوني يعني قسم يعرفوني وقسم ما يعرفوني. يعني قال لي أخي أنت تعرفني، أقول له ما أعرفك أنت جاي جديد علي على الفيسبوك كذا. فقال لي أنت شنو قاصدني، يعني من تحدثت عن مجهول المالك شلون السرقات تصير الفيديو بي، ما أدري كان برج، يمكن برج الأسد يمكن ما أتذكر. المهم يعني أنتوا لما تتابعون الأبراج تلقون دائما أسوي حديث وراء، يعني بعد ما ينتهي الحديث عن البرج انزل فد حديث معين وانتو عرفتوا. فقسم يقولوا لي انت قاصدنا وانت ما ادري شنو، قلت لهم اذا انتو بايقين الدوله قبل واذا انتو مسوين حاله هذه الحاله يعني انا ايش مدريني، اذا انتو المقصودين. يعني انا اقصد كل انسان يسرق وانسان بحجه يعني حاول يسموها الحيه الشرعيه للاسف. يعني كل ما اتحدث عن موضوع يراسلوني ناس يعني يقولوا لي ليش انت شنو قاصدنا، يعني احنا عندنا جو مثل عراقي الجو عبه طليق ومعمع. فيا سبحان الله يكشفون نفسهم هم بنفسهم، وانت ليش تتحدث هيجي وانت قاصدنا وانت كذا وانت يابا. انا ما قاصد احد، قاصد الانسان اللي يسوي هاي الحاله. مثلا حكيت عن الحراميه، حكيت عن يعني يحطوها بعذر معين لما يبوق مخازن او يبوق الدوله او يبوق كذا، وحكيت على شغلات يعني مثل الظلم على سبيل المثال. هم حكيت الفيلم هذا السابق يمكن الميزان، تحدثت بعد عن الظلم. فهم كتبوا لي رسائل جماعه انت قاصدنا احنا ما ادري شنو، يابا والله ما اعرفكم بس انا اقصد حاله، هاي الحاله ذات تشملكم ايش اسوي يعني، اكو انسان ظالم اذا يعني انتم من عندهم، يعني منحكي على الكذب يعني ما معقول يا راسني واحد يقول لي انت قاصدني، اذا انت كذاب يعني روح اضرب راسك بالحائط شو اسوي لك. يعني اتحدث عن حاله سيئه، حاله سلبيه بالمجتمع، نحاول نصلحها، نحاول نحط يعني النقاط على الحروف ونقولهم يابا ونرشدهم يعني هذا عجيب غريب مداخلات. يعني ايكو ناس الهتشي يعني احنا نسميهم عيل صلفه، يعني ما يخجل ما هذا ويكتب رسالة ويقول انت قاصدني وانت ما ادري شنو. يابا انا متحدث عن هاي الحالة، فحبيت يعني يصير
يعني أنا أصور هذه الحالات أو المناظر الجميلة، حبيت أطرحها هذه الفكرة يعني على جميع، يعني بأن أنا ترى لما أتحدث شيء معين أتحدث شيء سلبي، يعني نتحدث عن شيء سلبي ونحاول نناقشه ونحاول نمنعه، يعني نهي عن المنكر، مو إحنا مثلا نتحدث عن شخص معين مقصود، يعني إذا هو يشوف نفسه هذا المقصود حرامي مقصود، ويشوف نفسه متجاوز على الدولة، ويشوف نفسه متجاوز على جيرانه، يشوف نفسه يعني شو يسوي له، يعني هو خلي يصلح نفسه، مو يجي أو يلمح أو يدز له رسالة يقول لي أنت يمكن قاصدني. طبعا تشوفون ذيك المصطبة هذه وهاي المنطقة، كان عندي فيلم يمكن منزله أنا تذكروه، صورت أرضيته وصورت المكان وانقدت يعني بطريقة وباسلوب شلون هسه صور، يعني بدوا عدلوا وراها مدة لقيت، يعني رحت للعراق واجيت لقيت هاي الحالة كلها متغيرة. وشوفوا هو تحت الانشاء، يعني هذا شوفوا تحت الانشاء، يعني بعد السياج ما مسويين مبدلين كل شيء، وهاي المنطقة كلها مرتبيها، رغم هو يعني أنا قلت خشب صار قديم وكذا، ومن هذا ولا هو كان هم مكان حلو، كان الجراج قلت هم البارك يعني وقف سيارات صغير هسه كبروه كلش، المهم يعني سريع سريع جدا كان. تشوفون هذا التصوير هذا من فوق مصوري، يعني هاي المنطقة كنت أنا أصور بيها، قلت لكم الفتحون بين البحيرات فد ممرات مائية، هاي تشوفوها هذا هاي قديم التصوير مسويها، شوف ممر مسوي مائي بحيث بنص اشجار ومس هذا وبارك حلو مسويين ومطوريها يعني شوي شوي، بحيرات ضخمة شوفوا يعني هاي. هاي راح اصور لكم البيوت اللي على هذا البارك، يعني على البحيرة هاي، يعني انا وراجع يعني البيت اصور لكم اياها، شوفوا مناطق كلش جميلة، يعني لان البيوت مشترى يعني مو ايجار، مثلا قصدي ملكوها ناس مثلا عبارت فهد وكذا، هذا شوفوا الشارع يعني هاي من الثلج يصير تكسرات فيه فيصلحوها، هذا مصلحيهن قبل ما ينزل الثلج يصلحوها، شوفوا سايدين جميل جدا، شوفوا البيوت، انا احب دائما الشاهدون اي شيء انا اتمشى بيه نقله لكم، اللي بالولايات غير ولاية مينيسوتا يشوفون، هي مينيسوتا بس شوية الشتاء مالتها بدأ يعني شهر 11 هذا يعني بدأ البرد، و يعني البارحة نقطت شوية ثلج مثل المطر بس كان ثلج. يعني هو ما تبين يعني الا قليل، يعني هو مينيسوتا هذا ارتفاع وانخفاض ما تبين كلش، لكن من بعيد اللي يصورها يعرف هذه المنطقة او المناطق، بس هاي هنا منطقة مفتوحة قليل شجر بها بين البارك، لكن هذا السكن هنا هذا الكتر يصير البيوت، يعني شوفوا مناطق عالية شوية بها يصير سكن، انا احاول اصوركم اياها روحة رجعة
بس خلي اشوف لي مكان حتى ارجع بيه واوصل لكم الرجعه. البيوت مناطق جميله هي، يعني هو الشارع يقدر يرجعني من هناك الفره هاي، بس ذاك شارع عام، يعني احاول امتعكم بالمناظر. رجعت خلي اصور لكم على هذا الكتير احلى، لان البحيره بعد شفتوه انتم، اصور لكم على هذا الكتير. مناظر سكنيه يعني مرتفعه، حتى لو البحيره يصعد ماي مالتها كذا مو قريب عليها. شوف ايش قد ارتفاع، بس بالبدايه هناك بيوت يصير مكان منخفض، بس هي ما تصعد مهما يكون. هم عندهم قلت لكم هاي تفرعات بين، يعني تصريف بين البحيرات، عندهم مضخات قويه، يعني هم مسيطرين فد عمل مرتب، يعني مو هيك مسويين. هذا طبعا البحيرات هي متكونه شلون، شكو امطار شكو ثلوج شكو كذا، دموع تنزل هي بيها، تصريف الامطار كلها تنزل على البحيرات، مسوين يعني هنا بالشوارع. انا مصور قبل يعني من تمطر مهما يكون نسبة المطر والزخ والهذا، هو هنا مطر كلش قوي يصير، من يصير بالصيف زخ يعني مو طبيعي، يعني مثل هذا المطر خمس دقائق اذا يمطر مثلها بالدول العربية والعراق وكذا، الناس توقع بيوتها وتغرق. لكن هنا ساعات يعني المرار يطول من الليل للصبح مثلا، او اربع ساعات خمسة مطر مثلا، لكن تجي الشارع تلقي طبيعي نازل، يعني نازل اقصد به للبحيرات. يعني هنا تصريف مرتب مدروس وحاسبين حساب يعني سنين. ثاني احاول ارجع للبيت، بس قلت اسولف وياكم واصور، احاول يعني دائما تكونون انتو وياي شوية تنفيس. يعني انا حاجيها قبل يقولوا لي ليش تصور هيجي حطية الناس وهي محرومة هي، لا بالعكس انا ليش، انا قصدي وهم يعرفوني اللي يعني يتابعوني، انا قصدي الناس تشوف تطلع امور او تتونس هو قاعد يشاهد، يعني مثل ما يشاهد فيلم معين، يعني هم يقولوا له بالفيلم ليش خرجت وليش هيك سويت وليش هيك صورت. بس احنا مشكله يعني مهم نحكي، مشكله احنا هذا النقد اكو ناس تنقد بس ما تعرف شلون تنقد. هذا المكان كنا فيه وهذا هسه راجعين، يعني ماكو شغله اذا ما قال ليش انت فلان شيء. مثل فد مره نزلت فد حديث، يعني ما بي كل خطا يعني حديث او آية بيها او كذا من دون الناس، واحد يعني انا ما اريد اقول كل واحد عود هو دارس بالحوزة وبدأ يبدي او يرسل لي رسائل او هذا هتشي والمفروض هتشي والمفروض، انا عندي هم اطول بالي ويا ذولا، يعني اعرف ناس مرضى فاقول اي صحيح اي صحيح شيخنا اي صحيح، يعني اريد يعني هو عنده فد فكره يريد يطرحها علي، ما يريد ما تنزلها قدام الناس. لو قسم ينزل النقد فلان شي لما انا انطيه جواب يقول لي ها اي يعني صحيح. كل هاي المداخلات والناس دخلوا وقروا يعني كلها تطلع حشاهم، ما فهموها ما عرفوا، بس انت يعني تنقد وتفهم على اساس الناس ما فهمت لازم هيجي والقصد هيجي. أنا أمرار يعني إذا أشوف في كلام يسيء للمداخلات الباقية أحاول أمسحها بسرعة، لكن بالرسائل أطول بالي وياه وبعدين مثل ما يقولون أقول خطية، يعني هذا محروم وخطية محصور ومريض وكذا، أسمع يعني أسمع من عنده بالرسائل ما يخالف.